يلا يا دوش. شوف بقى. بلاش بس خلاص بقى جابر الشارع اخر سد خلاص لحد باب البيت يا عمر بيه باب البيت اهو الله يكرمك العب مش ده الاستاذ عمر وعربية كمان طب سواق ما تيجي نسلم عليه يلا اتفضل معانا يا جابر تشرب حاجة أو تاكل حاجة جد والله يعني متشكرين يا عمر بيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله بالسلامة يا أستاذ عمر الله يسلمك يا عم جرجس الحتة كانت مظلمة من غيرك يا عمر ما تقولش كده يا أستاذ المحاسن مظلمة بيكوا يعني باشمهندس عمر أحسن واحد يبان عليه السفر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إيه يا معلم صبحي هي عربيتي دي توصيلة مرة في العمر الله الله وأنا بحسدك نديل على السلامة الله يسلمك يا معلم صبحي ما تتفضلوا تاكلوا معانا حاجة سلام عليكم سلام ورحمة الله استنى أنا عارف إحنا كنا واقفين وحشتيني يا رؤى عمر وحشتيني يا أمي حبيبي يا ابني يا حبيبي حبيبي وحشتيني وحشتيني يا أمي الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة حبيبي وحشتيني عاملة إيه؟ أنت كمان وحشتيني أكتر تصدق يا واد أنا ما عرفتش غلاوتك قد إيه في قلبي غير لما غبت عن عيني طب والله وأنت كمان يا أمي يا سلام يا اخوي ما هي غلاوتي بانت من التليفونين اليتامى اللي انت كلمتهمني وانت مسافر طب والله وحياتك عندي كان غصب عني يا اما الدنيا هناك عامله زي المفرمه لو ما كنتش خدت بالي كنتش هلاقي روحي يا ساتر يا رب كفى الله الشر ليه يا ابني كنت بتشتغل ايه هناك لا يا اما لا ما انا لازم اشرح لك برضو اصل الخواجات دول عاملين زي المكنه كل واحد ليه دور عارفه الترسي يا اما اللي في المكنه ده اللي يقف الترسي يلف عليه وعلى ايه ده كله يا ابني ده مفيش حد بياخد اكتر من رزقه والله عندك حق قله اهتمام منهم بقى ياما المهم طمني انت عليكي صحتك كويسه وبتاخدي الدواء في ميعاد ولا لا انا بقيت زي الفل ما دام انت رجعت لي طب قولي لي البنت بطه في الشغل طبعا اه كامل نايم لا كامل راح النادي كامل راح النادي اه كامل انا واخويا بروح نوادي لا اصل هو فتح نادي برياردو وتلاقيه كل يوم من الساعه 10 الصبح هناك شوف الواطي ده انا قايل له على ميعاد الطياره هو ما قالكوش ان انا جاي ولا ايه ابدا واخرتها في الواد البريه ده يا عم اسكت اسكت يا عمر ما تفتحليش السيره دي ده انا قلبي بيتقطع في الروحه والجايه على شفته وهو كانه غريب عايش في بنسيون في وسط ناس ما يعرفهمش يحصل مهما يحصل لا له دعوه بحد ولا بيسال في حد طب تصدق تصدق ان هو من ساعه ما جه من بره ما دخلش عليا مره بكيس فاكهه ولا لفه حلويات بقى قاسي قوي يا عمر لسانه ما بقاش بينقط اي حاجه عدله ما هي الغربه كده يا رؤى يتحسس الواحد باهله اكتر من الاول يتقلب الحصاله عايشه لنفسها وبس وكمل طردنا من قلبه يا امه ربنا يهدي نفسه يا رب المهم قول لي انت يا واد احكي لي عملت ايه من ساعه ما سافرت لحد ما انت قاعد قدامي دلوقتي احكي لك يا ولد يا ولا في حد كان وراه لا يا فندم بس في حاجه مش مفهومه ايه التقرير بيقول ان عمر خرج من المطار وفضل واقف شويه بعد كده خرجت ست وقفت تتكلم معاه وبعد كده جت عربيه خدتهم هما الاثنين سوا مين الست دي الست دي يا فندم نزلت قدام بيوتي سنتر وبعدين العربية كملت بعمر راح زرع علي وبعدين العربية وصلته البيت العربية دي بتاعت مين؟ ده اللي مش مفهوم لحد دلوقتي يا فندم لأن العربية متسجلة باسم المرحوم ربيع محمود رمضان ايه؟ ايه رأيك بقى؟ رأيي بشو؟ ما أنا قلت لك الله الله قلت لي ايه يا عم انت؟ ما قلت لك تقتله؟ وقتله ليه؟ ما هو خلاص
انا اللي بقوله بيتنفس. جريان بدني في ايه؟ مش هينفع تشتغل معانا. انت كبرت الموضوع ليه بس؟ استنى الدنيا اسرع ما شفتوه. جرى ايه يا عم انت في ايه؟ اصبر بس بتكلم معاه في ايه؟ فستان ده بكام يا بت؟ عمر طومة. عمر وحشتني قوي يا عمر. يا بس يا بت احنا في المحل. انت جيت امتى؟ مش ممكن. وحشتني. معقول؟ سلامة. باشمهندس عمر حمدان على السلامة. والله يسلمك حاج سيد. بت انا احمده. هاتي حاجة ساعة ليكم كلكم بمناسبة رجوع الباشمهندس عمر بالسلامة. حالا يا حاج. استنى نحمده ولازمتها ايه التكلفة بس يا حاج سيد؟ لا والله. اتحرك يا بت نحمده. بقول لك ايه؟ وعدي على عم وهبة الحلواني خليه يجيب لنا سنين بسبوسة بالبكتشكتشات. والله ده كتير يا حاج سيد. لا كتير على ايه؟ ده احنا زرنا النبي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج سيد. على فكره يعني عارف اصول الشغل بس اعمل ايه بقى؟ بنت تومه كانت وحشاني وما قدرتش استنى تروح عشان اسلم عليها. وماله؟ مال الذي لا يحب بطنه؟ العسل قوي يا حاج سيد على الاخر.